بأن تعيشوا على عقيدة صحيحة، أن أقرب شيء إليكم على الإطلاق ربكم الخلاق. هذا صحيح الاعتقاد، ما شيء أقرب منه، لا وعزته وجلاله أسماءه وصفاته لا أقرب إلى أي كائن من مكونه قط 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 قط. الأقرب إلينا الله، أقرب من كل شيء، ما عندنا إلا البعد منا نحن، المشي أقرب إلينا من الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم اعلموا أن في الكائنات بأصنافها والمكونات لا أقرب إلينا من محمد، ولا أرحم ولا أرأف في الكائنات كلها والمخلوقات، ولا الآباء ولا الأمهات ولا أنفسنا ترحم أنفسنا كرحمة سيدنا محمد عندنا. بعد هذا القرب من الله ورسوله ليش البعد منا؟ ليش نرضى لأنفسنا بالعيش في البعد؟ أو نعتقد عقيدة فاسدة أن الشيء أقرب آخر؟ إيش هذا الأقرب؟ إيش هو هذا الأقرب؟ مادة ولا روح ولا ثوب ولا إنسان ولا إيش؟ إيش هو أقرب؟ إيش أقرب إليه؟ صحيح عقيدتك أقرب الأشياء إليك موجودك وخالقك، فأعرف قربه وتخلص من بعدك، تخلص من بعدك أنت، تخلص من حجابك أنت.